اخيرا عايزه اسال حضرتك شويه اسئله بقى عن رحلتك الشخصيه يا استاذ معتز، على مدار مشوار طويل جدا من العمل في السياحه ومناصب متعدده، يعني بدات من اول المشوار لحد انه حضرتك مدير لواحده من اكبر الشركات العامله في السياحه. ايه اكتر حاجه تقول ان ده الكنز الحقيقي من رحله او من المهنه دي؟ العمل الجماعي. لازم العمل الجماعي. يمكن انا كنت محظوظ فروم دي 1، اشتغلت حسيت ان انا جزء من اسره، حسيت ان انا جزء من فريق كشافه، محدش بيغتسل رايه ويفرضه على الجميع، بالعكس كلنا بنشارك. حتى انا كنت محرج الاول ان انا ابدي رايي او اقول انا لسه جديد، انا ما بقاليش يومين ثلاثه، الكلام ده في اوائل الثمانينات. العمل الجماعي وحب التيم ورك، وان الناس كلها تبقى حاسه ان الشركه شركتها وده بيتها، والانتماء للشركه هيخلي الناس اكثر حرصا على مصلحه الشركه. يعني اي منتج في اي شركه بتقوم بيه اذا كان التيم ورك كله بيهدف للمصلحه العامه، ما حدش عايز يطلع بره السرب، ده احسن سبل النجاح. وده يمكن ان انا كنت محظوظ ان انا مريت بمديرين ومريت بمعلمين كتير كان هدفهم دايما ان احنا لازم نتكلم كتير مع بعض، ولازم كل واحد يطرح المشاكل اللي بيشوفها على الترابيزه، وما يسمى المورنينج بريفنج، يعني البريفنج انك نقعد ونتكلم ايه اللي حصل امبارح، وكل واحد بيشوف تجربه اخرى بيتعلم منها. وطبعا الاستراتيجيات بتتحط بناء على المكتسبات، او احنا عايزين نروح فين، او احنا عايزين نحقق ايه. انك كمان تبقي مبسوطه انك رايحه للشغل، وانك حريصه على انك تستمري في الشغل والشغل يكبر، لا تتخيلي يعني انعكاس ده على مصلحه العمل. يعني الوصفه الشخصيه، يعني في مدارس كتيره، في مدارس كتيره دون الخوض فيها، يعني مدارس فرق تسود ومدارس كل واحد شايف الامور من وجهه نظره. لكن انا كانطباع شخصي الناس نجحت ازاي، وكل الكيانات الكبيره دي نجحت، وفي علامات يعني بيسموها ترافل ايكونز، يعني ناس يعتبروا من الخبراء السياحيين المعلمين في المهنه، دول كانوا الاكثر تواضعا، الاكثر معطائيين جدا، ما بيبخلوش على حد باي خبره، بيعلموا كل الناس، بيكونوا تحتيهم كوادر كبيره جدا. كل ما كان عندك عدد كبير من الكوادر الشاطره الصنايعيه، اعداد القاده زي ما بيقولوا، كل ما كانت الدنيا هتمشي بشكل اسهل واسرع، واي حد عاوز يجيلك هيلاقي كل الناس صنايعيه وكل الناس اخويه، مفيش واحد والناس كلها مستنيه يقول عشان تعمله. ده يمكن انطباع شخصي من خلال 40 سنه او 45 سنه في المجال. طيب انا اخيرا، وانا مش عايزه اخلص كلام، يعني بحب هذا المجال وبتعلم من دايما من الاساتذه بتوعه، لكن في اخر سؤال احنا دايما بنسال مصطلحات او كلمات قصيره، وعايزه تعريف حضرتك ليها في كلمه واحده بعد اذنك. اول حاجه بتيجي على بال حضرتك لما بنقول نجاح؟ اجتهاد. والفريق؟ حب. السياحه؟ السياحه شغف. مصر؟ امي. الفرص كتيرة. حلو، أنا أختم بدي. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ معتز، ومبسوطين إن احنا تشرفنا بحضرتك النهاردة، واحد من كبارات شغلانة السياحة. شكرا.